حتى الجوش كلاسيك اللي عنا واللي عند لاجوش هيستوريك حتى حمى الهمامي ولينا نراه في قناه تونسنا مبنك حتى وجهه ما عقلتوش حتى هيئته ما عقلتوش. معناها كان قبل ناس نتفكر الايامات الاولى من 2011 2012 كنت نخدم في اكسبريس كنا معناها نبداو نحاولوا باش تحصلوا على حمى الهمامي نعملوا معاه انترفيو نكلموا قبل بجمعه ونبداو نلحلحوا ونشوفوا في الاجندا عنده شي نجم يخصلنا نصيف ساعه توا ولا معناها مع جماعه ما يفهموا شيء في السياسه معناها ماكش اعلامي راك وجه سياسي وبرشا الشباب خاصة الشباب اللي الجامعي والشباب اليساري يعتبروك أيقونة. دونك شنو الميساج اللي تعديه لك تمشي في برامج معناها خطر هما يحكيوا في هما يفون دو ديفيرتيسمون. أنا ما يقلقنيش أنا هالبرنامج ولا هالكرونيكور مادامني عندي التليكوموند ونتحكم في روحي موجودين إذا فما ناس تبع فيهم وشيخين أمورهم نحن نحب سعادة البشر. إذا واحد يرقى السعادة متاعه في نقاش بين ثلاثة كرونيكاريوت هذوما بصحتك مغزر وجه حمى الهمامي معناه يمكن وقتها بدأ في مخه يقول أنا شنعمل هوني خاطر ما ظهر لي كان تنتظر معناها أسئلة عميقة ولا أسئلة سياسية. بون حر زاد يقعد حر يعني هذيك هي الحكاية يعني ديما مربط الفرس كونه هو حر يعمل اللي يحب لكن زاد وجه عمومي وجه معناها سياسي ورك قدوة لبرشا الشباب.